شؤون الموظفين عنصر أساسي لكل شركة بتسعى للتقدم بعملها بشكل ناجح، والموظف الموكل بتنظيم هيدي الأمور بيلعب دور مهم. وان كليك سيستمز مهمته مساعدة الشركات الصغيرة على تنظيم شؤون الموظفين من دون العودة لموظف مختص بشكل عبء مادي عليها. أنا اسمي أيمن بدوي، صار لي بالإمارات من 76، اجيت من لبنان، متجوز وعندي 3 أولاد. فيك تقول مهنتي كلها بتتمحور حوالين شؤون الموظفين. صار عندي 25 سنة خبرة مع شركات كبيرة. وان كليك هو نظام معمول خصيصا للشركات المتوسطة والصغيرة بخصوص الموارد البشرية، بخصوص شؤون الموظفين، وخصوص أي شيء بتخص بالتوظيف أو بالموظف نفسه. هلا يلي بده يستعمل هيدا النظام لازم يفتح كل أوراقه الخاصة بالعمل لإلكن، كيف أنتم بتقدروا تكسبوا ثقة هيدا الزبون؟ هو ما حيفتح شيء، نحن بنعطيه أكسس للسيستم، هو بدخل المعلومات هاي كلها عنده، وهو بتعامل، هو يعني بيدير كل المعلومات هاي، فمش محتاج إنه هو يعني خلينا نشوف نحن أي شيء. وبعدين ما في أي نوع من الأبديت أو السيستم، لأنه ردي هو يعني كلاود بيس، فنحن عندنا الباك إند تبعنا ميك شور إنه السيستم دائما أب تو ديت، ما في أي مشاكل، ما في أي باجز. أيمن فيك تخبرني أكثر بليز عن السيستم كيف بيشتغل؟ طبعا. قلت لك السيستم از ويب بيست، سو محتاجه بس الواي فاي وبراوزر بتقولوا، بعدين بتحط الباسورد واليوزر نيم. اوكي. وانس يو كليك ات ويل شو يو ا داشبورد. الداشبورد بيحتوي على معلومات سريعه، هي عدد الموظفين، اذا في حدا غايب، اذا حدا اجازي، اذا في اجازات بهالشهر هذا، حدا عنده اعياد ميلاد. حلو. ومثل قلت لك السيستم از فيري يوزر فريندلي. لما نحن بنعطي السيستم للمدير او لليوزر بتاخده من خطوه لخطوه، يعني حط مثلا معلومات الشركه مع اللوجو، بعدين البرانشز والادارات تبعيته اذا او الديبارتمنتس، بعدين بتضل تسال اسئله حتى تو كريت ذا كومباني، من ليف للاجازات لكل انواع. وعندك هون مثلا المعلومات عن الموظفين، بتشوفي كل الموظفين تبعونك، يعني هو لازم يدخلها او الاتش ار عنده هي، بس حتى لما بالوقت الويزرد في عنا بسموه الابلود، يعني انت مثلا فين معطين اكسل شيت، السيستم بيطلع اكسل شيت، بتعطي بتحطي المعلومات بالاكسل شيت، وبعدين يو كان ابلود ات ان السيستم وهي بتوزع. بالضبط هي المعلومات هون للموظف، بتعطيك معلومات العامه عنه، الكونتراكت السالري ديتيلز تبعيته، وعندنا كمان احنا هون الدوكيومنتس. هلا الدوكيومنتس هي مهمه، يعني كل باسبور، الفيزا، الاميرتس اي دي، والسيستم بخبر الموظف والمدير انه هل وقت تجديد او صار له حيكون بالضبط. ففي هاي الخاصيه انه ما حدش بيقعد بنسى وبصير عنده بصير لازم يدفع غرامات او هيك شيء. صحيح. وفيري سمبلي مثل قلت لك، حتى اذا بدك تقدم اجازه، يعني الموظف ما عليه بس يختار شنو الاجازه وتاريخ اللي بتروح فيها الاجازه، وبقدم عليها، وبعدين السيستم هو ببعث ايميل للمدير انه هذا الموظف قدم اجازه. طيب أيمن، أنا سؤالي هون بما أنه كنا عم نحكي عن كيف أنت بتقدر تستقطب من وراء هيدا السيستم المواهب، فمثلا هون عندنا ترافل بورتل، إحنا عملنا علاقة مع شركة للسفر، سو كل موظف هون بيشتغل بهاي الشركة وعندنا على السيستم بياخد ديسكاونت على التيكت. حلو. فهي بتساعد، قبل كان الموظف ما بياخد أي ديسكاونت، لو كان شركة كبيرة كيف بتعطيه ديسكاونت. نفس الشيء على الإنشورنس، نفس الشيء على أشياء كثيرة، فبصيروا يعطون أشياء محفزة. بالضبط. من الأشياء اللي كمان هون إحنا عندنا البيرول أو الرواتب، فيك تشوف الرواتب، فيك تعمل الرواتب، فيك بفرجيكي حتى هون الجراف هذا بفرجيكي سنة عن سنة قد ايه انت الرواتب تبعونك ككل علو بتغير، فانت بتشوف انت والله عم تصرف اكثر على الاقل. نهاية الخدمة هون في قانون نهاية الخدمة مختلفة، على انه انت العقد تبعك محدد غير محدد، هل انت استقلتي ولا يعني ترمينيتد، والسيستم ذاك بالضبط، يعني انت ما عليك الا بس تختار اسم الموظف. اوكي. يعني هي عمليه هي بالضبط هي 3 ستيبس، بتختار اسم الموظف وبيطلع لك كل شيء، وبتقولي شو ديزيجنيشن، وبعدين بيطلع لك كل شيء لحاله كالكوليتد 100%، اتس 100% اكيوريت حسب الحساب. هي عن جد شغل كثير. بالضبط. هاي اللي ما بعرف القانون، هاي بده يقعد اتليست ساعتين ثلاثه لحتى يشتغل. والحلو اللي ذكرته انه انتم لانه البيست او جايين من ورا باك جراوند بالاتش ار، فبتعرف كل الديتيلز اللي انتم بحاجه لها او اللي بحاجه لها الناس. ايمن، ليه انت اخترته تروحوا للعملاء الصغار ام الشركات الصغيره ام متوسطه الحجم؟
هاي الشركات الحقيقه ما حدا وصل لها وما قدر يعني حدا يعني معطيها الاهتمام اللازم. أوكي. وبعدين هاي الشركات اللي هي اصلا المستقبل وبدها مساعده. نحن قلت نحن مقدم حل متكامل لكل التحديات اللي بيواجهها الشركات الصغيره والميديوم بالنسبه لشؤون الموظفين، وهي ما في حدا عم بقدم لهم اياها. الشركات الكبيره عنده اوريدي ديبارتمنت كامل الاتش ار ديبارتمنت. نحن عم نحاول تريبليكيت الشيء اللي كان بالاتش ار ديبارتمنت بالشركات الكبيره، عم نحاول تريبليكيت بس للاس ام اي كوميونتي. خلينا هلا نحكي عنك وعن التحديات اللي واجهتك انت وعم تاسس ون كليك. اهم واحد انه انت كنت تشتغلي بشركه كبيره وكنت كان في منظومه وراك حواليك بتساعد بكل شيء، فجاه انت صرت لوحدك وفي اشياء كثيره بدك تعمليها لحالك وكنت قبل ما تعمليها، فهي كثير يعني بتاثر على الواحد. هي دائما الواحد لما بلش شغله لحاله هي رحله، ببدايه رحله وحيده مثل بيقولوا يعني سلونلي تريب. يعني اذا انت مآمن بفكرتك او مآمنه بفكرتك مهم كثير انه تعمليها، ما تستني، لانه احد ما في داعي انه انسان يستنى، لانك ما حتعرفي، يعني ما حتعرفي اذا حتنجح ولا الا ما تجربي. وبعدين التجربه نفسها هي نفسها عامل مهم لحد للانسان يطور حاله. بنظرتك انت وين بتشوف ون كليك بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد؟ نحن هلأ عم نشتغل إنه ندخل سوق الخليج بإذن الله، يعني بالمنظور الأول من 3 سنين نحن حابين نكون الشركة اللي بتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل أنحاء الدول العربية. أيمن، كيف تقدر توصف نجاحك اليوم ونجاح ون كليك؟ الحمد لله عملاء كتير مبسوطين منا وعم بيكتروا الحمد لله، وعم بيجي اكثر ناس وحتى عم بيعملوا ريفيرال، يعني مش انه بس هيك. وبعدين احنا ربحنا جائزتين، يعني كمان هاي الجائزتين كانت نوع من الفاليديشن لانه احنا والله بالطريق المضبوط وقادرين نوصل للناس اللي بدنا نوصلها. ان شاء الله من تقدم لتقدم ونجاحات عديده. شكرا لك كثير. شكرا لك ايمن. تأمين حقوق العامل عنصر مهم إنسانياً بغض النظر لأهمية وظيفته. ون كليك سيستمز فكرة هدفها تأمين حقوق الموظفين بشكل عادل مع المحافظة على مصداقية الشركات والتزاماتها تجاه موظفينا.